انا بدات جمباز وانا عندي 3 سنين في نادي وادي دجله. كانت في الاول زي ما حضرتك قلت مجرد هوايه، بروح يعني ساعتين في اليوم او يعني مش وقت طويل قوي، كانت مجرد هوايه بملي بيها وقت فراغي. بعدين كل ما بنكبر هو برضو يعني هي كانت هوايه ووقت صغير وكده، لكن رياضه الجمباز من اكتر الرياضات اللي بتاخد وقت حتى من واحنا صغيرين. يعني لو طفل برضو بيلعب وهو عندها من وهي عندها 5 سنين فهو لسه تمرين على الاقل 3 ساعات، لان احنا بنحتاج يعني مجهود وحاجات كتيره قوي وفلكسبيليتي وفيتنس، فكل ده بيستغرق وقت طويل. فكانت برضو رياضه صعبه بالنسبه لي من وانا صغيره، بس كانت مجرد يعني هوايه لسه مش واخده حيز من حياتي كبير قوي. لحد ما ابتديت بقى كل ما بكبر كل ما كانت بتاخد وقت اطول، بقت حياتي تقريبا بتدور حوالين الجمباز. بقى المدرسه تقريبا ما بنروحش من كتر ما ورانا تمرينات صبح وبعد الظهر، ودي الحاجه الوحيده اللي بتخلينا نحقق حاجه. يعني التمرين وقت قصير في الجمباز مش بيجيب نتيجه قوي، بس واحده واحده ابتدينا نضحي بحاجات كتيره قوي عشان اقدر ان انا اوصل للي انا وصلت له دلوقتي. طبعا وانا عندي 14 سنه في 2015 دخلت المنتخب، دخلت تست المنتخب واتقابلت. و2016 كانت اول سنه ليا اني اشارك في بطوله انترناشنال تبع الاف اي جي الاتحاد الدولي، كانت في كازاخستان، ودي من اهم انجازاتي البطوله دي عشان حققت فيها اول ميداليه ليا انترناشنال، وكان برضو انجاز كبير قوي لمصر لان كان بقالنا كتير جدا ما خدناش اي بطولات انترناشنال، فكانت دي بالنسبه لي من اهم انجازاتي. يعني هي كانت اول بطوله ليا وكانت من اهم انجازاتي. بس من بعدها وانا ابتديت اطلع معسكرات في روسيا وفي اذربيجان، ومعسكرات تدريب دي طبعا بناخد منها اكسبيرينس ونتعلم منها حاجات كتيره قوي مش موجوده عندنا في مصر، وده اللي كان بيعلي من مستوانا قبليها. بس وشاركت بقى في بطولتين عالم واربعه كاس عالم، وان شاء الله الاولمبيكس كمان شهر. في 2019 شاركت في بطوله في كرواتيا وكان فيها ناس كتيرة قوي، كان فيها منافسين جامدين، حققت فيها 2 سيلفر واحدة برونز. وبعديها في 2020 قبل البطولة الأفريقية على طول شاركت في بطولة في ألمانيا، دي برضو حققت فيها 2 برونز واحدة سيلفر. في بطولة كده اسمها ميس فالنتاين، دي بتبقى في إستونيا، دي من أكتر بطولات المنافسين فيها بيبقوا جامدين جدا، ودي دخلت فيها تصفيات في واحدة من الأدوات في أداة الشريطة، فده كان برضو بالنسبة لي إنجاز كبير قوي. أهم إنجازاتي طبعا البطولة الأفريقية في 2018 و 2020، 2018 جبت أول أفريقيا وفي 2020 جبت الحمد لله 6 ذهب، ودي اللي أهلتني للأولمبياد. أنا شاركت في 2 بطولة عالم وأربعة كاس عالم، الحمد لله كل واحدة كنت بشارك فيها كنت بحقق رانك أحسن من اللي قبليه، واحسن رانك وصلت له كان بتاع السنه دي في بطوله في كاس العالم في اذربيجان في باكو، طلعت ال 25، ودي حاجه الحمد لله اول مره حد يحققها من مصر. واتمنى ان كل البطولات اللي جايه قبل اولمبيكس كمان، احنا ان شاء الله بنبلان ان احنا ندخل 2 كاس عالم كمان ان شاء الله كل حاجه مشيت تمام، فاتمنى ان الرانك بتاعي يبقى احسن كمان واحسن لحد ما نوصل لاولمبيكس ونحقق حاجه ما عملناهاش. على حسب كل واحد، يعني هم بياخدوا من بطوله العالم اول 16 لاعب، لو ما حدش طلع من اول 16 بيعملوا تاني World Cup Series، يعني بيبقى 4 كاس عالم ورا بعض بيتأهلوا منهم. وفي حاجه اسمها Continental Championships اللي هي بطوله القارات، في قاره افريقيا وقاره اسيا واستراليا والبان امريكان، فانا تأهلت عن طريق الافريقيه، هو بيعملوا الافريقيه الاولى بس هي اللي بتتأهل منها، نفس الكلام في الايجين وفي البان امريكان، في كله بياخدوا الاولى بس، فانا تأهلت عن طريق البطوله الافريقيه لان انا ما طلعتش في كاس في بطوله العالم من اول 16، فليا الفرصه ان انا العب الافريقيه ولو كسبتها اقدر اني اطلع. هو الحقيقه هو هدفي، يعني في ناس بيبقى هدفها ان هنا انها تروح الاولمبيكس تحقق ميداليه وان هي تدخل تصفيات او عندهم هدف معين في دماغهم، انا هدفي ان احنا ما نبقاش رايحين يعني او ان انا اخلص البطوله ما يتقالش حبيبه دخلت تمثيل مشرف. هي السنين اللي فاتت كلها اي سواء في اولمبياد او في بطولات عالم او كاس عالم اي بطوله انترناشنال، في الجمباز الايقاعي احنا بالنسبه لهم مصر بتدخل تمثيل مشرف او بتدخل ان هي مجرد انها مشاركه، فهي دي حاجه كبيره قوي. احنا عايزين نغير الفكره دي وده اللي احنا شغالين عليه بقالنا سنتين، عايزه اعمل ريكورد جديد او ابين للناس ان مصر مش بتدخل تشارك بس، ان احنا نقدر ننافس، ان احنا داخلين مش مجرد تمثيل مشرف. فهو ده هدفي في الاولمبيكس، ان انا ان شاء الله ادخل يقولوا هي كانت بتنافس، مش شرط على اول 3 او مش شرط على رانك معين، لكن انا كنت داخله اني انافس مش مجرد ان انا يعني الحمد لله اني اتاهلت، لا انا عايزه ادخل ويبقى ليا الاولمبياد تخلص وانا اسمي معروف. بسبب الكورونا لما الاولمبيكس تاجلت في ناس كتيره جدا او لعيبه صحابي من كل لعب كان بالنسبه لهم دي حاجه وحشه جدا وان هم يقعدوا سنه كمان يجهزوا الاولمبيكس، لكن انا بالنسبه لي هي جت في صالحي جامد قوي لان انا كنت ساعتها ثانويه عامه، انا كنت مأجله سنه كنت مش هدخل الامتحانات وكنت هقعد سنه كمان بدرس
في المدرسة يعني. فلما الأولمبيكس تأجلت وكل الصالات قفلت ما كانش في حتى إتاحة إن إحنا ننزل التمرين، بس يعني إحنا خلاص مش هنسافر البطولة، لكن كل البطولات اتلغت، الأولمبيكس تأجلت، كل ما كانش في أي حاجة غير إن الامتحانات هتتعمل. ففي 3 شهور قدرت إن أنا أذاكر ثانوية عامة وخلصتها، فده كان بالنسبة لي حاجة كبيرة قوي إن أنا خلصت من حاجة كبيرة قوي كنت شايلة همها كنت مأجلاها. نيجي بقى من ناحية الجمباز، ده من ناحية الدراسة، من ناحية الجمباز فإدتني سنة يعني زيادة من الاكسبيرينس، سنة زيادة أشارك فيها في بطولات أكبر. أديني أهو جات لي الفرصة إن أنا أشارك في كأس عالم تاني، وأشارك إن شاء الله في الشهر الجاي عندنا كأس عالم تاني، فبقى شاركت في بطولات أكتر، ودي حاجة مش هقدر إن أنا أعملها قبليها، لأن كان هيبقى فاضل خلاص 3 شهور على البطولة على الأولمبيكس، ما كنتش أقدر أتحسن كل التحسن أنا وصلت له ده. زي ما حضرتك شفت الحمد لله السنة دي أنا جبت المركز 25 في الكأس العالم اللي فات ده، فده ما كانش هيحصل غير لو انا اخدت الفتره دي وحسنت فيها من نفسي وقدرت ان انا اريكوفر من الاصابات اللي كانت عندي في قبل التاهيل. كل ده بالنسبه لي كان جاي في صالحي جدا. احنا عندنا ناس كتير قوي في التايكوندو زي اظن هدايه ملاك ونور حسين، عندنا في الخماسي مصر ما شاء الله في السنتين اللي فاتوا انا شفت يعني ناس بتحقق حاجات كان السنين اللي فاتت ما بيحققهاش خالص. شايفه اسم مصر في كل اللعب عمال يعلى، ودي حاجه فعلا جايبه سبوت لايت علينا حلو، ومصر ابتدت تظهر ان هي كويسه في الرياضه، فدي حاجه كويسه جدا. وانا شايفه لان احنا ان شاء الله الاولمبيكس دي هنبقى اعلى رقم ميداليات هنحققه ان شاء الله. هو الوزاره بتدعمني عن طريق الاتحاد طبعا وعن طريق النادي، والنادي يعني واقف جنبي طبعا. انا بقول لحضرتك انا من وانا عندي 3 سنين في النادي، فهم واقفين جنبي يعني واقفه بجد بشكرهم عليها جامد جدا، لان مش كل النوادي بتقف جنب اللعيبه بتاعتها بالطريقه دي. هم مديني دعم نفسي ودعم مادي وكل حاجه انا محتاجاها متوفره لي الحمد لله، فاي وقت انا بحتاج اي حاجه بتتوفر لي، ما مش مديني فرصه ان انا ابقى في حاجه ناقصاني، ودي حاجه انا بشكرهم جدا عليها.